فيقوم المصلي من صلاته، هل يضع يديه على ركبتيه ثم يقوم، أم يرفع يديه من الأرض مباشرة ثم يقوم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الأفضل أن يعتمد على ركبتيه، يضع يديه على ركبتيه ويعتمد عليه وهو يقوم بالركعة، أو يقوم من التشهد، أو من يقوم من التشهد هكذا معتمدا على صدور قدميه وعلى ركبتيه. أما إذا كان مريضا أو كان عاجزا لكبر سن أو ضاعة، فإنه يعتمد على الأرض، يعتمد بيديه على الأرض ويقوم من أجل الحاجة. جزاكم الله خيرا.